وينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا أحمد زكي العريدي. أحمد، بعد التحية، أطلعنا على آخر مستجدات الأوضاع في غزة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. في الحقيقة، أولا الميدان لا زال مشتعلا، وإن كان بدأ في صباح هذا اليوم أقل حدة من الأمس، لكنه تفجر من جديد عند ظهيرة هذا اليوم، أي تقريبا من ساعة واحدة. الطيران الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية استهدفت منازل وأماكن في خان يونس وكذلك في مدينة غزة. حصيلة الشهداء هم 2، وما يقارب 15 فلسطينيا أصيبوا، أحدهما في خان يونس والباقي في قصف استهدف منازل في مدينة غزة. أما فيما يتعلق ما اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنديين إسرائيليين من قوة الهندسة أو من وحدة الهندسة التي تفكك الصواريخ أو تفكك المتفجرات قد أصيب بقذيفة هاون انطلقت من قطاع غزة، بالإضافة إلى أن على مدار الساعة هي الطائرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع تحلق بهدف اصطياد هدف تدعي أنه ممكن أن يكون لوحدات الجهاد الإسلامي التي يمكن أو تعد لإطلاق صواريخ أو قذائف ضد المواقع الإسرائيلية. ولكن في أحدث تصريح للجهاد هو ما أعلنته سرايا القدس باستهدافها ب60 صاروخ لقصفا لمناطق تقترب من تل أبيب، جنوب تل أبيب وأسدود وبئر السبع ومستوطنة الزيروت. المعركة معظمها تدور من حيث القصف ورد الفعل الفلسطيني في محيط غزة، أي في محيط المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، بينما الاستهداف الإسرائيلي ما زال على مدار الساعة ضد المواقع الفلسطينية، إن كانت مدنية أو زراعية أو ما تدعيه عفوا إسرائيل بأنه عسكرية واستهداف للجهاد الإسلامي. الجانبان هم يتبادلان التصعيد حتى في التصريحات الصحفية وما صدر من الجيش الإسرائيلي، حيث يعني أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت لابيد مشاورات مع قادة الجيش الإسرائيلي، وقادة الجيش الإسرائيلي وخاصة وزير الجيش الإسرائيلي قد أجرى مشاورات أمنية، والقرار بالنسبة لهم هو التصعيد او استمرار العمليات العسكريه ضد قطاع غزه. هذه نعم اخر التطورات ومجمل الاوضاع. نعم احمد، كانت هنالك حمله اعتقالات طالت مجموعه من الفلسطينيين، هل كانت نعم هذه الاعتقالات عشوائيه نعم ام انها استهدفت عناصر من الفصائل الفلسطينيه؟ هي بالاساس ما اعلن الجيش الاسرائيلي وما تم قراءته من الميدان بأن الاحتلال الإسرائيلي أمضى الليلة الماضية في الضفة الغربية في حملة اعتقالات طالت معظمها أو معظم هذه الاعتقالات ما يقارب هي الاعتقالات 22 مواطن فلسطيني، ولكن 20 أو 20 منهم هم من حركة الجهاد، وبالتالي التركيز الآن هي على حركة الجهاد دون سواها من الفصائل الأخرى، وخاصة أن حركة حماس لم تعلن رسميا مشاركتها في هذه الردود ضد القصف الإسرائيلي. يبدو أن هناك تنسيقا داخليا ما بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس حول مجريات العمليات التي تجري في قطاع غزة، لكن إسرائيل تتهم حماس بأنها تشترك من وراء ظهر الجهاد الإسلامي في مثل هذه العمليات. نعم، تداعيات وتبعات هذا التصعيد أحمد واستمراره على المنطقة والعالم. في الحقيقة أن يعني حتى الآن لا يستطيع أحد التنبؤ في السيناريوهات المحتملة، بحيث أن هناك احتمال أن يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، أو أن يكون هناك ضربة ربما تساعد الجهاد الإسلامي في الوقوف إلى فترة أطول، إلى جانب إذا دخلت حركة حماس على خط المواجهة أم لم تدخل. ولكن في المحصلة النهائية التداعيات ستكون سيئة على المنطقة جميعها، وربما إذا لم يكن هناك وضع حد من الوسطاء أو استطاع الوسطاء إيقاف مثل هذا التصعيد في قطاع غزة، ربما تشترك بعض
الفصائل أو الجهات في محيط فلسطين المحتلة في مثل هذه المعركة، في حالة إذا تضعضعت أوضاع الجهاد الإسلامي في القطاع. نعم، أحمد زكي العريدي مراسلنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.